فرقة محفوظ ملك الزفة الدمياطي. مفيش حد في مصر ما يعرفش الزفة الدمياطي. بتاع هنا حين. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. عم محمود. اهلا وسهلا. ازي حالك؟ الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ تمام؟ الحمد لله. اهلا اهلا. محمد غطاس. ازيك يا محمد؟ ربي يخليك. ازي الاحوال؟ الحمد لله. ايه الفرق بين فرقه الزفه الدمياطيه وفرقه العوالم اللي في شارع محمد علي؟ ايوه، فرقه العوالم اللي هي فرقه حظ. فرقه حظ برقصات، بشمعدان، باكورديون، وفيهم عنصر يعني شباب بسيط بتاع المظهر بتاع الحق كده بس، ومش المجموعه بتاعتنا دي، مش العدد الكبير. مش العدد ده. وما بيعملوش برنامج، يعني على قد يا دوب نزل السلالم طلع السلالم، دقوا المزار بس. نخش كده نشوف اتفضل. الشباب وهم بيجهزوا. اتفضل. هنا لبس الفرقه بقى والالات. ايوه الالات. اه كل واحد زي ما حضرتك شايف، كل واحد زيه وعليه اسمه، اسمه موجود. العده بتاعته مع معلقه، اذا كان مظهر او دف. ايه اهم الالات اللي بتستخدمها فرقه الزفه الدمياطي؟ اللي هو الدف ده. الدف المظهر ده اسمه مظهر. مظهر اللي هو فيه النحاس. النحاس ده. ايوه. وده الدف. ده الدف. آه. دي اسمها ايه بقى؟ دي دهله. دهله يعني اكبر من اكبر من الطبله العاديه. ايوه. برضو الدم تدي دم. اه يعني محمد اديله الدم. محمد وريني يا محمد كده الدم دي شكلها ايه؟ عباره عن بس حاجه بتوزن ايقاع مش اكتر يعني. دي تقعد معايا كتير قوي الرقمه دي. تقعد معايا كتير، وبعدين باخدها وانزل في اي وقت اشتغل عليه في اي وقت في اي لحظه. الرقم الثاني كان بيحتاج انه يتسخن. وبعدين بيبقى بيتكسر على طول لانه كان فخار فبياخد. امال ده ايه؟ ده معدن؟ ده معدن دلوقتي اتغير ده. اه طبعا. بيبقى بيتصب حاجات معينه، معدن بيتصب. وبعدين ده بيبقى بلاستيك، عباره عن بلاستيك، فطبعا ده بيبقى معايا فترات طويله. يعني ده يعيش اكتر وما بيحتاجش تسخين. ما بيحتاجش تسخين بقى. لان التسخين ده بيبقى مشكله، بتحتاج انك تطلع لك كذا حاجه كتير ورا بعض عشان تقعد تسخن وتقعد تشتغل عليهم، فصعب. انما ده دلوقتي بيوفر علينا كتير جدا. الفرقه دي بقالها كام سنه يا عم محمود؟ الفرقه من 79. فرقه محفوظ ما فيش فيها عنصر نسائي نهائي. ليه؟ لان يعني احنا لقينا ان العروسه واهل العروسه بالنسبه للحريم ما يحبوش عنصر نسائي يكونوا موجودين في قلب زفه. فالشهره بتاعتنا اخذناها من ان احنا كلنا شباب، ما كانش في وسطنا عنصر نسائي نهائي، لا رقصات ولا اي شيء. محمد غطاس، اسلوب حياتك عامل ازاي؟ يومك عامل ازاي؟ لا انا يومي مختلف شويه. انا يعني تقريبا الشمس 90% من حياتي ما بشوفهاش بصراحه، غير بالنهار بقى وانا طالع. انا اصحى احاول يعني قبل العصر بفتره بسيطه اصلي الظهر واصلي العصر، وبعد كده بخلص بنزل على ميعاد شغلي بقى في الفرقه، بنزل المكتب اشوف الدنيا ماشيه ازاي وكده يعني. ايه النصايح اللي بتقولوها في الاغاني بتقولوها للعريس والعروس؟ خلي بالهم من بعض ويعيشوا مع بعض، اسرارهم تبقى مع بعض، بيبقى كلام موجه ليهم ووالده ام العروسه ووالده العريس، بيبقى برنامج حلو، فكر موجود بنبدا احنا نقوله، وربنا بيقدرنا ان احنا بنفرح الناس. كانكم بتدوا دروس للعريس والعروسه في الحياه الزوجيه. احنا بنفرحهم. اه احنا بنفرحهم ونوصل لهم رساله بسيطه قوي، ان احنا بنفرح الناس دي كلها وبنفرح العريس والعروسه، وبنقدر نعمل اللي احنا يعني ربنا يقدرنا عليه. بس We'll be right back.
الله.